ان شاء الله الليسننج اللي بيجي في الامتحان بيجي بنفس النص ده. ده الليسننج اللي هو القصير اللي بيبقى عليه سؤال واحد بس، بيبقى مقسوم لاثنين، في ليسننج بيبقى كلام وعليه سؤال، وفي ليسننج بيبقى وصف صورة او تختار صورة. النهارده ان شاء الله معانا الليسننج اللي هو بيبقى عليه سؤال بيجي بنفس النص. مطلوب منك ان انت تحفظ الاجابات دي او تحفظ السؤال باجابته، تمام، او تعرف شكلهم، يعني ايه تاخد بالشكل بعد كده لما السؤال يجيلك. أول سؤال بيقول لي you hear a man talking on the phone about buying a house. What is the purpose of his call؟ بيقول لي أنت بتسمع شخص بيتكلم في التليفون عن إن هو بيبيع منزل، إيه الغرض من المكالمة دي؟ بيبقى موجود في الاختيارات اعتذار ولا شكوى ولا حصول على معلومة. طبعا الإجابة هتبقى to obtain information، يعني الحصول على معلومة. دي ده سؤال لوحده. السؤال اللي تحته منفصل عنه تماما، يعني ملوش علاقة. ده ليسننج تاني بيقول لي you hear a man talking to people at the beginning of a course. بيقول لي انت سمعت راجل يتحدث للناس عن بداية الكورس او الكورس هيبتدي امتى، تمام. بيقول لي ايه الغرض اللي كان الراجل او مضمون الكلام اللي الراجل قاله ده ايه؟ بيقول لي at the benefit of the course، مدى الاستفادة من الكورس ده، تمام. طيب بعد كده بيقول لي you hear a scientist talking about a slimming diet، يعني حمية التخسيس، which is used by people who want to lose weight. What does she say about the diet؟ بيقول لي انت سمعت ليا واحدة بتتكلم عن حمية التخسيس اللي الناس بتستخدمها عشان تخسر الوزن، هي قالت ايه عن الدايت ده؟ it can have useful results، يعني ممكن هو يعطي نتائج مفيدة جدا. كل سؤال من دول منفصل لوحده، بيجي listening لوحده مختلف تماما، يعني ممكن يجيلك السؤال الاول او يجيلك السؤال الثالث وهكذا. يعني اقرأوهم او احفظوا شكل الاجابة، تمام. تعالوا نشوف اسئلة تانية او جزء تاني من الاسئلة. بيقول لي at the beginning of a radio play you hear a girl leaving a message for her friend. طيب بيقول لي في اول ما سمعت الراديو بلاي او في بدايته انت سمعت في بنت تركت رسالة لصاحبتها. طيب الرسالة دي سابتها فين؟ وجيب لك ثلاث اختيارات. طبعا انت لما تلاقي نفس السؤال ده تختار على طول in a car، في السيارة. بيقول لي at the moment the shopping center sales، نقط. في هذه اللحظة بيقول لي الشوبينج سنتر، محل الملابس ده او محل سنتر التسوق ده بيبيع ايه؟ بصم هي الإجابات بيبقى قايل التلات اختيارات في الليسننج عشان يلخبطك، تمام؟ فالإجابة هتبقى كلاسز، ملابس. بعد كده بيقول لي ده ليسننج تاني، بيقول لي اتش درايفنج ليسون كوست، كل حصة تعلم قيادة بتتكلف كام؟ 14 باوند، 14 جنيه، تمام؟ احفظوا يعني او اقرأوهم لان ممكن حاجة تعلق في دماغكم وبعد كده تيجي في الامتحان تاخدوها بنفس الشبه كده. بيقول لي for his most recent TV program جوهان، بيقول لي في المقابلة بتاعت TV program الاخير لجوهان هو قال ايه؟ بيقول لي went to the Pacific Ocean for a year، تمام؟ دي هتبقى الاجابة بتاعته. Frank finds ships quickly because he، بيقول لي فرانك بيلاقي السفن بسرعة بسبب ايه؟ uses the latest equipment، يعني بيستخدم احدث المعدات. لو سمعتوا الليسننج ده مرة واحدة الكلام هيعلق في دماغكم او ايه؟ هتاخدوا الاجابات بعد كده بالشبه لو جالكوا سؤال من ده. بيقول لي السؤال اللي بعد كده from Edinburgh the campsite is، يعني بيقول لي من مدينة ادنبرا الكامبسايت ده اللي هو المعسكر او المخيم بيبعد قد ايه؟ طبعا هنختار الاجابه اللي هي 40 ميل، 40 ميل، تمام؟ تعالوا نشوف جزء تاني من الاسئله. بيقول لي how is the station gym different from other city gym؟ يعني ازاي الجيم بتاع المحطه بيختلف عن اماكن الجيم التانيه الموجوده في المدينه؟ بيقول لي الاجابه هتبقى it is not so expensive، مش غالي كتير او سعره اقل من اي جيم تاني، تمام؟ لما بيجي لك كلمه جيم بنختار كلمه not so expensive، تمام؟ علقوا الكلمات ببعضها كده. بيقول لي how many children went on the school trip؟ كم عدد الاطفال اللي راحوا في رحله المدرسه؟ هتبقى 12، 12. طيب السؤال بعد كده بيقول لي how many people are there in the band؟ كم عدد الاولاد الموجودين في او الناس الموجودين في الفرقه؟ هتبقى 12، 12 برضه. طيب السؤال بعد كده بيقول لي how much does Philip pay for the photography course؟ كم دفع فيليب ده المصور بتاع الكورس؟ بيدفع كام؟ هتبقى الإجابة 75 pounds، 75 جنيه.
الإجابة هتبقى 6 دولار، 6 دولارات. يبقى تذكرة الفيلم افتكرها ان هي 6 دولارات. طيب سعر مصور الكورس 75 جنيه. طيب سعر عدد الأطفال اللي راحوا في الرحلة 12، عدد الناس اللي كانوا في الفرقة برضو 12. تمام، تعال نشوف جزء تاني برضو من الأسئلة. بيقول لي in his song is Steve write about his، بيقول لي في أغاني Steve بيكتب عن مين؟ هتبقى children، عن الأطفال. طيب السؤال بقى كده بيقول لي Jimmy agree to move into the new flat or not؟ جيمي وافق إن هو ينقل في شقة جديدة يوم إيه؟ هتبقى Sunday، يوم الأحد. On his first flight alone، في رحلته الأولى بمفرده، جان عمل ايه؟ recognize the white house she was looking for، didn't recognize the white house she was looking for، لم يتعرف على البيت الابيض الذي تطلع اليه. تمام، السؤال بعد كده بيقول لي on the news you hear the story about a cat، where was cat found؟ بيقول لي في الاخبار انت سمعت عن قطة، القطة دي لقوها فين؟ in train carriage، في محطة القطار. تبقى الإجابة في محطة القطار. تمام، القطة لقوها فين؟ افتكرها كده، القطة لقوها في محطة القطار. طيب السؤال بعد كده بيقول لي on weekdays، في أيام العطلة a visit to the park costs، في أيام العطلة الرحلة للبارك بتتكلف كام؟ تبقى 12. معظم الإجابات أنا ملاحظة إن هي بتبقى 12، فركزوا على اللي هم 12 واكتبوهم في ورقة تحت بعض وحاولوا إن أنتم تحفظوهم. الإجابات دي كلها مش هتتحفظ، اقرأها كم مرة هتعلق في دماغكم، لما تيجي في الامتحان السؤال هتفتكروا من الإجابات اللي موجودة. تمام، تعال نشوف جزء تاني من الأسئلة. بيقول لي the band will only play your favorite song if، الفرقة هتغني أو هتلعب هتلعب يعني الأغنية المفضلة إليها عندها لو إيه اللي حصل؟ if you ask them before the party، لو أنت قلت لهم قبل أو طلبت منهم قبل الحفلة. تمام، the first old ship which Frank found، أول سفينة اللي فرانك لقاها، تبقى easy to find، تبقى الإجابة سهل إن هو يجدها. the magazine is different to a local newspaper because of how often it is sold، المجلة بتختلف في المحلية بتختلف because إيه؟ بسبب إيه؟ يعني بيختلف سعرها، يعني بتختلف عدد المبيعات للمجلة بسبب إيه؟ what is contains على المحتوى، بسبب المحتوى بتاعها، يعني لما يكون المحتوى كويس بيبقى المبيعات أكتر. تمام؟ بيقول لي the presenter likes cooking for one because الإجابة هتبقى she now likes cooking two friends are talking. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده ده هتحفظ الرقم ده، what's the man's new phone number، ما هو رقم تليفون بتاع الرجل ده أو الشخص ده؟ هتبقى 0728447988، دي هتبقى الرقم ده، بس السؤال ده لسه مش في الامتحانات. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي what do the man and woman agree about، الراجل والمرأة اتفقوا على ايه؟ birds are unlikely to be affected by farmers، بيقول لي ان الطيور من غير المحتمل ان تتأثر بالمزارع. يعني هنا بيقول لي السؤال ماذا وافق على اي شيء وافق الرجل والمرأة، يبقى وافقوا ان الطيور من غير المحتمل ان تتأثر بالمزارع. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what does Frank say about the ship called the seabird، ماذا قال فرانك عن السفينة التي تسمى السيبيرد؟ it sank in a storm، غرقت في العاصفة. تمام، السؤال اللي بعد كده بيقول what does the man say about going to the gym، ماذا قال الرجل عن الذهاب إلى الجيم؟ قال إن هو بياخد الكثير من وقته، it takes too much of his time، بياخد الكثير من وقته. تمام، أما يجيلك السؤال ده هتفتكر على طول إن لما يقول لك الرجل ما بيذهبش للجيم ليه، هتقول إن هو بياخد وقت كتير من وقته. what does the woman like about the clothes she he designed، المرأة قالت ايه عن الملابس اللي هو صممها لها؟ قالت ان هما اصليين، original، they are original. تمام، كده خلصنا الجزء الاول من الاسئلة اللي هي بالشكل ده. ده جزء تاني بنفس الاسئلة ده واللي هو بتاع الصور، احاول ان انا ان شاء الله نسهلكم في اقرب وقت، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. والاسئلة دي احفظوها بس او اقرأوها كذا مرة، هتعلق في دماغكم، هتثبت في دماغكم. بعد كده السؤال هيجيلك في الامتحان هتاخده.
بالشكل. الأسئلة دي بتتكرر في امتحانات بنوك كتير مش بنك واحد، تمام؟